السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصة في الرجاء وفي فضل قيام الليل وبث أوعدك إلى الله. كلنا محتاجون أيها الكرام الفضلاء، فبث أوعدك إلى الله عز وجل في قيام الليل وفي استغفار الأسحار وفي السجود. ذكرها البيهقي في شعب الإيمان بسنده: باب في الرجاء من الله تبارك وتعالى. فصل: كما لا ينبغي أن يكون الخوف إلا من الله، كذلك لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا من الله. ثم ساق بسندهم عن إسحاق بن عباد البصري يقول: كان نائما هذا الرجل، فأتاه في المنام رؤيا أغث الملهوف. فلما استيقظ سأل أهله: هل عندنا ملهوف من الجيران؟ قالوا: ما ندري. فنام أخرى، فقالوا: نقول لك أغث الملهوف وتنام. قال: فقال: إن الأمر جد. فركب بغلته وأخذ 300 درهم معه وذهب إلى المسجد. انظروا، سبحان الله، يعرفون أين يكون الملهوف، في بيوت أذن الله أن ترفع. فنادته الملكة وهو قائم يصلي في المحراب، هذا هو مكان بث اللواعج أيها الكرام الفضلاء. فوجد رجلا يصلي، فلما شعر به الرجل انصرف من صلاته، يعني غلق الصلاة وانصرف منها، لم يقطعها إنما انصرف منها. فقال: يا هذا، ما حاجتك؟ أفي هذه الساعة وفي هذا المكان؟ قال: رأس مالي 100 درهم، فقدتها وعلي دين ب200 درهم. قال: سبحان الله، وقد كان إسحاق بن عباد البصري أخذ معه 300 درهم. قال: يا هذا، هذه 300 درهم، خذها واقض بها أمرك، اقض الدين 200 والمئة تمون بها، وإن رابك شيء فأتنا. قال: إن رابنا شيء فزعنا إلى الذي أتى بك إلينا. قال: إن رابنا شيء فزعنا إلى الذي أتى بك إيش؟ أتى بك إلينا. سبحان الله، الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل الصيام والقيام ودعاء الأسحار والاستغفار، فلظوا بهذا الجلال والإكرام، تجدون عجبا عجاب أيها الفضلاء والكرام. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وأخذ دعوان الحمد لله رب العالمين.